المباراة يعني 75 دقيقة الأولى، المباراة لوحدها، وربع ساعة الأخيرة مباراة، وفيها مثال حي كيف تفك التكتلات بأصحاب الحلول. مين أصحاب الحلول؟ لاعب كبير جوستافو. طبعا الكلام عن جوستافو في السابق كان، أو معظم الجماهير والنقاد، في بعض كان طبعا كان يرمي لا يعني لاعب غير جيد، لاعب هذه أنساها، لاعب منتخب برازيل سنوات، لاعب بايرن ميونخ سنوات، مستحيل يكون لاعب سيء. الرهان كان على بدنيا اللاعب، عطاؤه البدني ما شاء الله واضح جدا من مباراة لمباراة بدنيا بيزيد، وهذا دليل انه اللاعب ما شاء الله تبارك الله لسه في فورمة عالية حتى لو تقدم السن، ولكن في لاعب يوصل للأربعين هو ما شاء الله فيت، في لاعب ينتهي من 30، هذه ترجع للاعب بالتأكيد، واضح انه اللاعب محافظ ومنتبه لنفسه كويس، حل كبير جدا اصبح للنصراويين الان جوستافو بالتأكيد. مدرب النصر يمكن كنا نتكلم في مباريات النصر ما يوصل للمرمى، واضح جدا الآن بعد 8 مباريات تقريبا إنه المدرب بيشتغل على وسط الملعب، هذا مستحيل أفقده، طبعا هذا أفضل مدربين في العالم يشتغلوا عليه، وسط الملعب لازم يكون مسيطر عليه في أي مباراة، كان هذا أحيانا في بعض المباريات على حساب الهجمات النصراوية، لاعب النصر لاعب الوسط ما بيتقدموا كثير، ممكن في تعليمات للوصول في المستقبل شيئا فشيئا الى شكل معين وتحركات معينه. الربع ساعه الاخيره في المباراه هدف جوستافو، بعدها كرنفال نصراوي، مباراه من الخيال للفريق النصراوي. تحرر الفريق وكولابس يقابله انهيار في الفيحاء. تحرر لاعب النصر، بداوا تحركات، تخيل انت عبد الله العمري يلعب اوفر بالشكل هذا، طبعا عبد الله العمري قلب دفاع رائع لكن يلعب اوفر يرفع راسه يلعبها في البعيد التاليسكا، وتاليسكا هذا يعني ما بيسجل هدف بايخ، لازم اهداف حلوه، دوب ابو نايف يقول كان حطها في الضيقه في القريبه، لا ما يحطها كذا، لازم تشوفها في مقص، لازم تشوفها بشكل مختلف، حتى الكعب اللي العام سجله رفع خلاها تترفع عشان تطلع فوق، يعني لاعب مخيخ يعني يبغى يكيف الناس مش فقط يسجل هدف وانتهينا. جوستافو يمكن جوك سألت سؤال بوجود، هل هي تعليمات مدرب ولا تحركاته؟ اللاعب الكبير وقفه وتحركات، مش بس يجري زي ما يجري، لا يعني جوستافو هذا لما تشوف الكرة بتجيله في مكان معين تعرف انه بيطالع في الملعب، عنده توقع وقفته كيف برا ال 18، يوقف فين، يتحرك فين، هذه اللعيبه الكبار جدا عندهم هذه الافكار، وهذه اللي بننقل للعيبتنا، ترى مش بس التفاصيل الصغيره دي تفرق كثير، انت تخيلوا وقفته هنا، وقفته بس في الاخير، وقفته مش صح، ما حد جيله الكور هذه في المكان هذا للتسجيل. مبروك للنصر وصول للمركز الثاني، والفيحاء في مشكله كبيره جدا.